أهلا وسهلا بكم عبر موقع هي. اليوم سوف نتكلم أيضا عن مشكلة شائعة ألا وهي التصبغات التي تصيب وجوهنا أو بشرتنا. نحن في المنطقة العربية بشكل عام تتبع بشراتنا النمط المسمار أو الغامق نسبيا. أكثر ما نشاهده في العيادات من شكايات هي شكايات التصبغات الجلدية التي تصيب الوجه. هنا يجب أن ألقي الضوء على نقطتين هامتين. هذه التصبغات ليست جميعها واحدة، فعلاجاتها مختلفة. يوجد لدينا ما يسمى بالكلف، يوجد لدينا الكلف الحملي، يوجد لدينا تصبغات ناتجة عن أذيات لاحقة، حيث أن البشرات الحساسة سوف تستجيب للأذية بفرط تصبغ، سوف يتشكل لدينا تصبغ على الجلد. يجب أن نركز أيضا على أن العلاجات مختلفة، ما يناسب هذا المريض لا يناسب المريض الآخر. لا تستخدموا الكريمات القوية التي تسبب تخريج شديد لبشراتنا السمراء، لأنها سوف تزيد المشكلة سوءا لاحقا. أجسامنا سوف أو جلدنا سوف يدافع عن نفسه بإفراز ميلانين أكثر. زوروا الطبيب، حددوا ما هي المشكلة، ويجب أن توضعوا سوية خطة العلاج. غالبا الكريمات أو الخلطات التي يعطيها الطبيب هي خلطات ذات فائدة، لكنها تحتاج إلى وقت. يجب أن نراجع مع المريض ما هي الأدوية التي يستخدمها. بعض الأدوية تسبب تصبغات. الشمس، يجب أن نبتعد عن الشمس قولا واحدا، يجب أن نطبق الواقي الشمسي بشكل يومي وبشكل مستمر، لأن بشراتنا سوف تستجيب للشمس بإفراز ميلانين أكثر. ثالثا وهو المهم، الليزر ليس علاج سحر للتصبغات. بعض أنواع التصبغات قد تستفيد للليزر، لكن ليس جميع أنواع التصبغات تستفيد للليزر. يجب أن يعرف المرضى هذه الحقيقة. لا يوجد علاج سحري، لكن يوجد علاج يساعد ويقي من عودة هذه التصبغات لاحقا. دمتم بصحة.